وعوده الى اطلاق حمله للتبرع بالدم في المدن المغربيه لتعويض النقص في المستشفيات. ومن العاصمه الرباط ينضم الينا دكتور نجيب امغار اختصاصي امراض الكلى وتصفيه الدم. دكتور اهلا بك بدايه كيف يمكن وصف ثقافه التبرع بالدم في المغرب وما هي فوائد التبرع به طبيا؟ اهلا وسهلا. بالنسبه لفوائد التبرع بالدم هي فوائد بادره انسانيه اجتماعيه بالطبع المتبرع توا نفس عنده فوائد ولكن الفوائد الكبيره هي للمجتمع لان لا ننسى بان عمليه التبرع بالدم نعم كتعطي الفرص لالاف المرضى وجرحى حوادث السير اللي اللي تلقاو العلاج ديالهم <applause> وفي نفس الوقت فيها حتى منفعه المتبرع اذا <applause> كان الوقت نقدروا نبينوا حتى دونك المشكل ديال التبرع بالدم هو مشكل آه في جميع البلدان بالخصوص <applause> في, في البلدان آه الناميه كنفتقدوا لواحد الثقافه ديال التبرع بالدم <applause> هذا هو المشكل الحقيقي وهناك كنفتقد لثقافة التبرع بالدم. <applause> سنعود لأسباب غياب التبرع بالدم في المغرب، ولكن دعنا دكتور يعني في تفاصيل فيما يخص التبرع بالدم طبياً ما هي فوائده؟ فوائد بالنسبة للمتبرع أو بالنسبة لل؟ للاثنين معا الفوائد. نعم. لن ننسى لأن الدم لا يباع ولا يشترى ولا يمكن تصنيعه. ولا يباع في الصيدليات لا. الطريقه الوحيده هي التبرع والمتبرع عندما يتبرع بدمه فهو ينقذ الاف بل عشرات ومئات الالاف من من, من 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 الناس هناك ضحايا حوادث سير المرضى الاطفال هذا من ناحيه ناحيه الانسان الذي سيستفيد من التبرع اما المتبرع فهو كذلك له فوائد نعم. فوائد صحيه التبرع يقيه من من, امراض امراض القلب والشرايين المتبرع عندما يريد ان يعطي دمه فسوف يستفيد من تحاليل مجانيه وهذه التحاليل كتقدر تكشف بزاف نتاع الامراض نعم. امراض كثيره دونك هذه كل شيء المتبرع له منفعه صحيه وقائيه وله منفعة اجتماعية وله منفعة إنسانية إنسانية ونفسانية المتبرع عندما يعطي شيئا لمريض أو لجريح فهو صحي بالنسبة له أيضا حتى نفسانية نعم نعم من الناحية النفسانية هو عنده رضا على نفسه لأنه ساهم في علاج وإنقاذ عشرات ومئات الالاف طيب مضحية. ولكن دكتور هناك تخوف من قبل المغاربه ربما لعدم تبرعهم بالدم يعني الى متى ترجع هذه المخاوف هناك بعض المفاهيم الخاطئه هناك مفاهيم خاطئه ان الانسان عندما يعطي الدم يمكن ان يقع هو في فخ الانيميا يعني في فقر الدم نقصد. هذا غير صحيح لان الجسم الجسم يعوض الكمية المتبرع بها بطريقة سريعة عن طريق الخلايا الموجودة في الشعاع العظامي هذا من جهة ثانيا هناك بعض المفاهيم الخاطئة بعض الناس يظنون أن هناك تجارة بأن الدم يباع ويشترى كالبضائع أو هذا غير صحيح الدم مجاني وهناك واحد تسعيره اقل من 4 دولارات للكيس لا تعادل حتى 10% نعم من المستلزمات لان الكيس الكيس ديال 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 الدم ضروري سيخصو تحاليل كثيره لمعرفه هل هنا هل هل المتبرع سليم من الامراض التعفنيه اللي بغيتو نطرقوا عليها اذا داك الدم لا يباع ولا يشترى هذا مفهوم خاطئ ثالثا بعض الناس يظنون انهم عندما يعطون الدم يكونوا عرضه لبزاف ديال الامراض هناك امكانيه الحصول على امراض متعفنه على هذا كل شيء مفاهيم خاطئه خاطئة <تكتور> آه 100% طيب هذا معروف في المغرب كل شخص ربما يتبرع بالدم بعدها مباشرة هناك مخاوف فيقول لك بالعامية المغربية شدني استخفاء او آه شيء من هذا القبيل يعني انه لا يمكنه ان يتبرع بالدم مخافة ربما ان يصاب بامراض اخرى. طيب دكتور يعني اخر سؤال يعني ما هي الجهود المبذولة من طرف الدولة من اجل ربما رفع عدد المتبرعين بالدم؟ هل هناك حملات تحسيسية توعوية او يعني ما الذي يمكن وإنجازه في المغرب في هذا الصدد. هناك في المغرب عندنا واحد المنظوميه ناجحه 100% من ناحيه سياسه تحق الدم، هناك مركز وطني، مراكز جهويه، وحدات متنقله تجوب جميع الأقاليم غير المشكل الرئيسي وهو هناك ارتفاع في الحاجيات أكثر، هناك فرق بين العرض والطلب. يمكن نقول أن ليس هناك عزوف في المغرب عن التبرع بالدم ولكن الحاجيات أكثر من العرض مثلا إلى إيه خدنا إحصائية الوزارة الصحة بين 2010 و 2012 2016 الاحتياجات ارتفعت ب 38% تقريبا 40% في نفس الوقت عدد المتبرعين ارتفع ب 6% اذن نعم. دائما كاين هناك واحد الفرق بين العرض وبين الطلب مه. هذا من جهه لان اما من نعم. ناحيه هناك المجتمع المدني هناك الجمعيات نعم. هناك واحد المجهود جبار كتقوم به المركز الوطني والمراكز الجهويه ولكن مع الاسف غير كافي لان المشكل لكي خص يكونوا متطوعين منتظمين نعم شكرا خص منتظمين ماشي موسمين شكرا جزيلا لك دكتور نجيب امغار من الرباط اختصاصي امراض الكلى وتصفيه الدم شكرا جزيلا